طبيعة الوضع السياسي اللي انعكس على قطاع الكهرباء مع الأسف الشديد. هذا القطاع اللي يجب أن لا يخضع إلى الصراعات السياسية، ويجب أن يكون محايد، لأن هذه خدمة الكهرباء مهمة في حياة كل العراقيين. هناك كما ذكرت قوى واهمة أن العراق أو حياة العراقيين ممكن إيقافها عن طريق مرة في قطاع الكهرباء، مرة في الخدمات، ومرة في عمليات عسكرية عبثية لا تريد استقرار العراق ولا تريد العراق الخير. ولهذا نعمل بكل جد لتطوير قطاع الكهرباء والعمل على توفير كل مقومات التخطيط العلمي السليم الذي يساعد في بناء المحطات. في السابق تم اتخاذ قرارات في الحكومات السابقة أنها حلول ترقيعية أو خطوات رد فعل. المطلوب من خطة التخطيط السليم مبني على رد فعل، مبني على خطة مستقبلية كيفية معالجة هذا القطاع. الأموال اللي خصصناها في هذه الموازنة عام 2021 كهرباء، مع الأسف الشديد تم استقطاعها أو قطعها من الموازنة في البرلمان ولا نعرف الأسباب. وكنا نحذر الإخوان أنه يجب الاعتماد على أرقام اللي قدمت الحكومة في الموازنة، لأن عندنا خطة واضحة لمعالجة موضوع الكهرباء. أتمنى قطاع الكهرباء لا يتحول إلى ساحة الصراع السياسي ولا استغلال القضايا الانتخابية. أنفقنا 80 مليار دولار هدر، ذهبت هدر وعندنا الكهرباء ما موجودة. أي دولة تصرف 80 مليار من عام 2003 لحد اللحظة؟ المطلوب تصدر الكهرباء وتوفر من الكهرباء، ولكن مع الأسف الشديد الفساد والفوضى خلت هذه الأموال تذهب بطريقة غير علمية. ولا يجب أن نعرف المواطنين، موضوع الكهرباء يحتاج وقت ولا يمكن حله خلال يومين ثلاثة، ولكن مع كل هذا نعمل على إنهاء الخط ربط مع دول الخليج مع الأردن، وعندنا الخطنا مع إيران وكذلك مع تركيا، ونفكر كذلك في الكويت.